التحولات العسكرية التي تشهدها الساحة السورية تؤشر بحسب كثير من المراقبين إلى مرحلة جديدة في المعادلة بين طرفي الصراع جيش النظام وقوات المعارضة المسلحة، بحيث بدأت المواجهات العنيفة تتركز في العاصمة دمشق وريفها لفرض واقع جديد، وهو ما يتبدى بوضوح في شراسة المعارك وعنف القصف البري والجوي الذي تنفذه قوات النظام على العاصمة والريف. إعلام المعارضة أفاد عن تجدد الاشتباكات في محيط إدارة الدفاع الجوي في بلدة المليحة بريف دمشق بين الجيش الحر وجيش النظام وامتدادها إلى داخل بعض الأحياء السكنية المحيطة بإدارة الدفاع الجوي، فيما سجل قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق. أما في العاصمة فتدور اشتباكات عنيفة بالقرب من مخفر مخيم اليرموك تترافق مع انفجارات ضخمة تهز المنطقة. إلى ذلك أفادت لجان التنسيق المحلية عن إغلاق طريق أبو رماني المؤدي إلى ساحة الروضة عند المركز الثقافي وسط انتشار أمني كثيف وتواجد سيارات للهلال الأحمر. هذه أيضا دبابة. في دير الزور أفادت شبكة الشام الإخبارية بأن الجيش الحر تمكن من تحرير مبنى الأمن السياسي في المدينة بالكامل وحرر كل من كان فيه من أسرى، في حين شن الطيران الحربي غارات مكثفة على أحياء المدينة. وفي درعا قالت الشبكة إن قصفا عنيفا من الدبابات والمدفعية الثقيلة يستهدف بصر الحرير وبصر الشام والشيخ مسكين وسط اشتباكات عنيفة على أطراف مدينة بصر الحرير بين الجيش الحر وجيش النظام واشتباكات في بلدة اليادودة وسط قصف مدفعي على البلدة. حمص لا تغيب عن خارطة النظام وأحياء جوبر والسلطانية وجرة الشياح وبقية أحياء حمص المحاصرة، إلى قرية كفرعية المجاورة تتعرض منذ الصباح لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وسط اشتباكات عنيفة في محيط عدة أحياء. وفي ريف حماة قصف عنيف تشهده مدينة كرناز منذ أسبوع حتى هذه اللحظة، وتدور اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام، وهذا الصباح شهدت المدينة قصفا عنيفا من طائرات الميج والصواريخ. رمز المصري العربية.